هلا والله شباب، يعطيكم العافية. معاكم خالد من جيمر سناك. مثل ما انتم شايفين اليوم بنبي نجرب لعبة جاجمنت. طبعا اللعبة هذه تكلمت عنها أكثر من مرة في مقاطع، أنها لعبة عالم مفتوح ومغامرات، وأنت في شخصية المحقق هذا الشرطي وتغامر في قصة يعني مليانة جرائم وهالأمور، لكن لعبة عالم مفتوح وفيها أنشطة كثيرة يعني في العالم. أنا لما أنا جربت اللعبة لكن من فترة، النسخة اليابانية مع صديق، وشفت شوي منها في يعني لما تقدم في اللعبة، لكن انا ما لعبتها ذاك الوقت، بس كنت متفرج. ولما نزلت الحين النسخه الامريكيه فقلت اجربها. طبعا هذا بدايه اللعبه، والمقطع يعني مجرد انه بيعطيكم فكره عن الجيم بلاي، وتشوفون شنو تتوقعون من هذه اللعبه، واذا تناسبك او ما تناسبك راح تعرف ان شاء الله من هذا المقطع، ومن ناحيه طبعا اسلوب اللعبه والجيم بلاي. لكن القصه اتوقع انها تحتاج ساعات كثيره علشان الواحد ممكن يقيمها. فانتوا حاليا تشوفون هذا عالم اللعبه. انا طلعت في الشارع، عندي مهمة مكتوب على اليمين فوق buy a gift for the office، يعني نشتري هدية للمكتب اللي هو أتوقع مكتبي اللي قبل شوي. عالم اللعبة متفاعل، تشوفون عندنا خريطة على اليسار، ونقدر ندخل على الخريطة هني نشوف كل الأشياء والمحلات الموجودة، بالإضافة إلى العلامات اللي تشوفونها في الميني ماب. طبعا المقطع صراحة ما ادري وين اروح ولا شنو اسوي، بس ابي اتمشى واسوي بعض الاشياء، نوصل لكم فكرة عن اسلوب اللعب، لانه تحتاج وقت لمراجعة، وانا حاليا ما راح يكون عندي وقت، راح اسافر ان شاء الله بكرة. فقلت ان اسوي هالمقطع قبل اسافر على الاقل اعطيكم فكرة عنها. اوكي، وصلنا الحين الريد زون دي في دي، هذا المحل شوف الحين. اوكي شنو نشتري؟ على فكرة كل ما تتقدم في اللعبة راح تفتح أمور أكثر، يعني بعض الأشياء ممكن ما تشوفها متفاعلة باللعبة أو طرق مسدودة، لكن بعدين راح يكون في تفاعل أكثر لما تتقدم. أوكي أتوقع إن نكلم الكاشير. ويلكم. شنو هذا؟ إيش مكتوب؟ دورياكي، ما أدري شكله أكل أو سناك. يلا. يس. Thanks. اوكي اوكي خلصنا الحين اول مهمه قصيره، شرينا الهديه للاوفيس. عصابه، هذا نظام اللعبه دايم فيها عصابات وقدرات. اوكي ثلاثه، اي نعم دورياكي. اوكي Can't stand for that, right, boys? Okay. Wow. Can't argue. حلو، تجمع علي العصابة الحين، بيصير أكشن عشان بعد أوريكم الفايتنج شلون صاير في اللعبة. Okay. كل مرة يعطوني حركات جديدة في اللعبة. صارت اللعبة الحين نفس حرب شوارع. طبعًا عندي حركات أقدر أمسك الأعداء وأسوي لحظة أكثر من نوع من الحركة. حلو. ناخذ هذه، لا وخر، باخذ اللوحه اخذتها هو. هذه اللوحه، تعال شوف شوف الحركه. نيو سكيل، هذه الحركه، طبعا هاي الحركه ديفولت موجوده على طول. باقي واحد، لا 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 كنت بختمها بفينش حلوه. اوكي ذبحناهم، حلو، يعطيك مشاهد سينمائية مثل ما شايفين على أي حدث، سواء كان رئيسي أو جانبي. أوه العصابة، هذا رئيس عصابة. حلو طلع يعرفني. Hey, come on, Cap. Can't we just let it be? No can do. قاعد يقول مش الموضوع خلاص. اوف. لا واضح ان الزعيم معصب على اللي عنده. Just a matter of Matsugane family honor. I'm sorry. حلو، بين لي ان رئيس العصابة. You haven't met our buddy Tak here, have you? He's a guy you want to know. Okay. عرفني على صديق. حياك.
How long is he gonna stick around? Not wise to stay in town after you get kicked out of the family. مو عاجب اني موجود في المدينة. I can look the other way since the boss likes you so much. Speaking of, how's Matsugane-san doing? None of your damn business, I'd say. Come on, let's go. اوكي. واضح انه بتكون امور كثيره مع زعيم العصابه هذا. هذا زعيم صغير في فوقه بعد واحد اكبر. اوكي خلصنا اول مهمه، انه شرينا هديه وتهاوشنا مع العصابه مثل ما شفتوا، والمفروض اني ارجع للمكتب، لكن قبل ما ارجع ابي اتمشى شوي بشوف مثلا محل الالعاب هذا. ادخل داخل. اوه اوه في السالفه كل مكان هواش. تعال تعال وباقي اثنين. يلا لحظة ناخذ هذه حركتها. كل ايتم له حركة مختلفة. اوف 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 كسر وجهه. اوكي زين ما دخلت المحل شلون؟ يمكن فوق. طلع الباب هني، انا رايح الباب اللي قبله. حركات اليابان. سلم ينور. في اسانسير، في خروج، نصعد فوق. ايش دراني انا اي دور؟ نروح الرابع. الحين يطلع لي مفاجأة اكيد. اوكي وصلنا. حلو. شو السالفة؟ يلعبون بوكر او دومينو. لا العاب ما افهم لها هذه صراحة. ما نبي نلعب. كنسل كنسل. اقدر اروح مطعم. اوه سلم. نجرب ننزل السلم اسرع. لحظة افتح الباب بالغلط. كمل نزول. هني في شيء. شنو هذا؟ اكزت. دخلت في المطبخ عندهم ورا. ملل، ما عجبنا المكان. نطلع برا. لا خلاص وصلنا الشارع. اوكي هذه احد العماير اللي استكشفناها على السريع، وهذا مكان شنو؟ بير الفين الي. والله في كمية محلات. هني عندنا تاكسي، اتوقع نستخدمه يودينا اماكن مختلفة في عالم اللعبة. بس لحظة، الاوفيس طبعا قريب لو اشوف الخريطة. الاوفيس لا والله بعيد. اوكي اقدر اخلي تاكسي يوديني اقرب مكان هني اللي هو الويست. اوكي ناخذ التاكسي الحين ونروح الى الويست سايد. بس لحظة ياخذ منا فلوس اكيد. اوف اوف خذ مني كم؟ 410. اوكي وين بتروح يقول لي؟ طبعا هني المهمة فاروح للوست. اوكي يلا اريجاتو. اوكي وصلنا الحين، صارت المهمة قريبة. هذه هي. قبل ما نروح المهمة في على اليسار هني جولف، ولا نشتري شيء نروح داخل. لا حمامات كلمهم. I'll do something, nothing particular. Leave us alone. ظهر مكان ملعب جولف بس للحين ما فتح او شيء. اوكي نكمل طريقنا الحين للمهمة. هذا وصلنا للاوفيس. ايوه. كتب لي تو. اوكي. هذا الموقع المطلوب للمكتب. Hey there, Sari-san. Okay, the one. Teriyaki. Extra fancy. Teriyaki. يعني بيضبط. Genda Law Office, where I used to work. Things haven't changed much these past 3 years. Hello, Yagami-san. طبعا هذا دوامه ويقول ما تغير شيء من 3 سنين. أصدقاء موجودين. Yes. Everyone here is just great. اوكي هذا صديق الاول لوير محامي.
So I hear you're good. طبعا شخصيتي كان محامي على فكرة قبل وغير نشاطه صار محقق. How'd you end up in this dump and not in a bigger office, huh? Huh? Well, you see, that's... I hear you over there, Yagami. Evening, Kendo-sensei. Other than my real dad, there's two people I look up to like a father. Kendo-sensei is one of those people. He gave me a job here, before I'd even gotten out of law school. هذا مكاني. Shintani-sensei out for the night? I can't keep track of that boy. لا. I'm sure you're happy. شخص مفقود. أتوقع مهم الحين. Deal with him, huh? You two can't stand each other. You hate each other's guts. Be honest with me here. Hold on. Shintani's like a mentor to me. Shintani اللي هو صديقهم وهذا يقول أنتم تكرهون بعض فاعترف لي الحين. So show your senpai a little more respect. Oh, Genda-sensei. I got you some dorayaki. Just sit right there. I'll grab you one. Dorayaki. الأكل اللي شريته للتضبيط. أوه خلص. من اللي أكله. Sorry. بالعافية. Did you eat them all? ها. باقي واحدة. All but half. Hope you don't mind. Okay. باقي واحدة كلتهم كلهم بقيت واحدة فانصدم. Take a good look at me, Genda-sensei. These eyes aren't exactly the best judge of character. I think I made that clear 3 years ago. What use am I as a lawyer if I can't tell good from bad? Knock it off, Yagami. Stop beating yourself up. What happened to Emmy was tragic, yes, but it wasn't your fault. Doesn't matter whose fault it is. طبعا صار حادث في بداية اللعبة وتوقع انه هو يلوم نفسه. البنت اللي احترقت. So, have any work for me? It doesn't matter what you've got. Just give me something. خلينا نشوف شنو يعطينا الحين مهمة. How about a divorce case? اتوقع مهمة ثانية بتعطينا هذه. Okay. Yagami-san, that was Shintani-sensei. Hmm? Apparently, okay. He wants your help gathering evidence. For a murder. Huh? Okay, الحين اللي صار هني إن المدير مو عاجبني يشتغل للعصابات وكذا فقال ركز بشغلك وخل عن العصابات كأنك تشتغل عندهم مرسنري أو مرتزقة أخلص لهم بعض المهام. أوكي هذا الشيء الأول. الشيء الثاني قالت لي هذا إن في مهمة طارئة جريمة قتل يبون يجمع لها أدلة ونفس المدير أعطاني مهمة إني استكشف في قضية طلاق. فتقريبا هذه فكرة اللعبة إن أنا محقق وأخذ قضايا وأبحث فيهم وتصير قصة وهكذا. الحين نشوف وين مكان المهمة هذيك. المهمة تحت شوي. أقدر أتمشى وأنا ماشي طبعا أقدر أصادف مواقف أو أشتري أشياء وكذا. الحين نروح يمين. طبعا الشوارع هذه مقتبسة من نفس المنطقة في اليابان. مو طوكيو هذه نسيت اسم المنطقة بس يعني حسب اللي قريته قبل إنها نفسها بالضبط ناسخينها. أحلى شيء في اليابان الإعلانات ترس الشوارع تعطيك إضاءات ملونة وحركات. عندي الموبايل هني الفايل كيس المين سايد هذا المهمات المين والسايد واللي الحين شغالة. شنو عندنا هني آيتمز عندنا بعد أتوقع أصور أقدر أخذ سيلفي. شوفون زعلان صور. اوكي دخلنا للموقع المطلوب. It's called Tinder. Got my first job here 20 years back. Masuda-san never changes. Running a bar must keep you young. Hey Tuck, Shintani-sensei's in the back. Great. We've got some business to talk. Surprised to see me? I'd be more surprised if I didn't. Won't be your client for long if you don't show up on time. You're late. Come on, you called me here totally out of the blue. Chill out, maybe. And I'm getting a drink. And I'm paying? Let's call it a business expense. ادفع ايه. انا جاي اساعد المفروض هو اللي يدفع. طيب. Here's a familiar face. Kyohei Hamura. هذا اللي قبل شوي قابلناه.
I ran into him earlier, actually. Ticket, he's your client? Yep. Got hauled in earlier. They're charging him with murder. Seriously? Seriously. So, the Matsugane Patriarch came to us for his defense. اوكي تكلمنا مع المحقق هذاك طلبوا منه تحقيق في جريمه ضد الياكوزا ان كل شوي ينقتل واحد من اصحابهم ويقطونه عند عزكم الله الزباله وكذا فلازم اني اساعدهم في المهمه واعرف ايش اللي صار لكن انا ما راح اساعدهم في المهمه هذه بحاول اني اسوي اشياء ثانيه مختلفه في عالم اللعبه مثلا نروح مطعم اوتش اكسكيوز مي شنو عندنا بعد في مكان لا شو شو كسر الدنيا ايوه بنروح صالة الاركيد هذه الحين كلوب سيجا لفة يمين على طول اعداء شوارعيين تعال حلو حلو عصا يلا تعال من يبي يقرب اوف 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 اوف, أوف. لا انا هناهم بسرعة ولا ويست فعلا ويست هذا محل سيجا كل الالعاب اوه شوفون الاركيدات فيرتشو فايتر طبعا كل العاب سيجا اصلية هذه شنو هنجرب هذه اوكي بدت اللعبة واضح انها قديمة جدا ها صراحة ما اذكر اني لعبتها بحياتي بس اتذكر المركبة هذه اللي قاعد العب فيها اتذكر شكلها مرة علي اوكي نجرب لعبة Virtua Fighter 5 بيكون يعني شيء سيريس اكثر كلعبة يس شوف حتطلع لك شعار سيجا بالكامل يعني خلاص صار بوت للعبة داخل اللعبة نفسها اوكي نختار شخصية يلا شيء حلو انه يحطون لك ميني جيم داخل اللعبه يعني الاصليه يعني هذول العاب كاملين فعليا مو يعني شيء بسيط مسوين اللعبه هذه هي لعبه موجوده اصلا قبل ونازله وكل شيء نجرب ونفس التحكم اتوقع لحظه استلمني هذا حلو كمبوات ما ادري يصير العب اثنين او لا نايس خلنا نمسك ايوه لا خلي يوقف بس حلو ها فنش خلاص اوكي صراحة تسلية حلوة هني كاركيد جيمز جربنا ثنتين وباقي واحدة بس مو لازم نجربها طبعا في محلات ثانية كاركيد منتشرة في خريطة اللعبة على فكرة ممكن لعبة تصير فيرست بيرسون للي يحب لحظة ما يمنع نتعشى مرة ثانية على السريع بس 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 كسرت الدنيا اوه شكله خوش مطعم واخيرا اكل مو ياباني هلا يا سلام هذا شغل اللي ندوره بالسفر دايما سمايل برجر يلا يسمي good stuff good stuff عجبها يلا back to it حالاتي يمتن اذا ياكل اكثر thank you very much looking forward to see you again اوكي نشوف الحين شنو عندنا السيده يسار اللي هي اتوقع المهمه اللي لازم نروح لها بتاكسي نشوف الحين المدينه كلها بالليل الحين لكن ممكن تصير بالنهار وفي اشياء مرات وانت ماشي طبعا لما لعبناها قبل ايوه مثلا لا اعداء out of the way حلو سلام ادوكن طاح منه شيء ها لحظة ورقة طاحت منه شنو هذا ها فلوس 3000 ين يا سلام فيها اربع مرات او خمس اروح بالتاكسي زحمه 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 واخرب
اوكي الحين نركب التاكسي نروح لمكان المهمه والقضيه اللي بعدها. ولين مره ثانيه ستريت جانج، تعال تعال. هاك سوبر يا ويله. نبي بعد سلاح ثاني نجرب. هذه اللوحه، لا مو هذه، هذه ايوه. اوه مات خلاص، اخر واحد حركه. اوكي كلير. وين نبي فلوس؟ ما طلع منهم فلوس. 400 ين. اوكي وينها؟ اختار الستيشن دايركت. نروح الحين للستيشن. حاطين هذا بالتحقيق. We just keep running into each other tonight, hey Doc? نعم. Why the long face? Hamura-san. I'm Shintani from the Genda Law Office. The Matsugane family asked us to represent you. Then I'm glad you said yes, Shintani-sensei. So, they brought you in under suspicion of murder. Can you tell me more about that? Huh? What do you want to know? Whether or not you killed the guy. Does it really matter? Your job's getting me out of this mess, regardless of the truth. No, because if I find out you actually did it, you'll drop me. Better. I'll make sure the prosecution puts you away for life. Oh. This is bullshit! Just like you did that serial killer, huh? دشوا موضوع ثاني، شطح في شكوك هذاك وخلاه يعني يشك بنفسه. او اوكي لحظه، اتوقع بيطلع اختيارات الحين. نجرب about the alibi. You have an alibi? What time did they think Kume died? Apparently between 2 and 3 in the morning. The cops were drilling me real hard about where I was around then. خلصنا الحين إجابات، أقدر أسأل تحت ولا that's all؟ That's all. I think I've heard enough for now. We'll get going then. خلصنا استجواب المجرم. Head over to Sonico 10 for me. See if Homer's alibi holds water. All right. If we can prove he was there, we won't even have to go to trial. صح. I'll give you a ring tomorrow for the report. Later. يلا. اللعبة مثل ما انتم شايفين المقطع هذا يعني اتمنى اعطاكم فكرة شلون صايرة اللعبة. انا الحين ماني قادر صراحة اركز وشنو اسوي بالضبط، بس حبيت اني اوصل لكم الفكرة. يعني سوينا قضية تحقيق، تهاوشنا في الشارع، رحنا مطعم، لعبنا اركيد، وانا صراحة شخصيا عجبتني، وهي اساسا عجبتني من قبل، بس اليوم اللي يعني حسيتني انا اللي العب اكثر من اني اشوف شخص ثاني، يعني اعطتني مثل ما تقول شعور مختلف. طيب يعطيكم العافية على المتابعة، عطوني رأيكم في اللعبة من اللي شفتوه مبدئيا. هل حابين يعني نظام اللعبة، يعني ودكم تجربونها ولا؟ للأسف ما تدعم اللغة العربية، يعني راح يكون في صعوبة في فهم الحوارات وهالأمور، لكن نمشي أمورنا فيها. أتوقع أن اللعبة بتكون ممتعة لواحد بس يعني فهم أشياء بسيطة منها وجرب الجيم بلاي والتطورات اللي فيها، يعني اللي قدام لما الواحد يوصل. فيعطيكم العافية على المتابعة، أتمنى عجبكم المقطع وأخذتوا فكرة عن اللعبة، ولا تنسون اللايك والنشر، وأشوفكم إن شاء الله في مقاطع ثانية. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.